السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتير جدا بدأ يطلع يعني استفسارات كتير وأسئلة كتير، يا ترى امتحانات مايو ويونيو التجريبية هتتلغى؟ الوزير رد على الكلام ده وقال لك لا صحة لإلغاء امتحانات مايو ويونيو التجريبية للثانوية العامة بالنظام الإلكتروني. وأكد الدكتور طارق شوقي إن امتحانات مايو في موعدها المقررة والمعلن سابقا ويعرض أسئلة مختلفة في المواد المجمعة وعلى مدار 3 أيام، أما امتحان يونيو محاكاة كاملة للثانوية والجدول كامل يعلن لاحقا. يبقى كلامه واضح وصريح، أي حد يقول لك تم إلغاء امتحان مايو أو يونيو التجريبي، لأ زي ما هو خلاص، رغم اللي فيه حظر وفيه كل حاجة، لا صحة لإلغاء امتحان مايو ويونيو. والدكتور طارق بيأكد الكلام ده في موعده المعلن سابقا ويعرض أسئلة امتحانات مختلفة على مدار 3 أيام، أما يونيو هو المحاكاة. ده كان اخر كلام للدكتور طارق شوقي. لو في اي جديد ان شاء الله هيكون معانا اول باول من داخل مصادرنا الرسميه من وزاره التربيه والتعليم. كان معكم اسامه رزق مؤسس اجيال اندلس، في امان الله. اشترك في القناه وفعل زر الاشعارات، وايضا لا تنسى دعمنا بلايك.